السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن. اليوم جايب لكم لعبة إكزينوس. طبعا اللعبة نزلت بالأمس. لعبة تقريبا حجمها 7 جيجا بايت. اللعبة تدعم اليد. اللعبة يعني ممتازة للأشخاص اللي يحبوا يختموا الألعاب. أنا طبعا ما أحب هالأشياء، أحس هاللعبة شوية من المستقبل، فحبيت أشرحها لكم يا شباب. خلونا أول شيء نشوف اللعبة مع بعض وناخذ عنها فكرة، بعد كذا راح نروح لطريقة تحميل تثبيت اللعبة. طبعا نسخة يا شباب نسخة كولكس، نسخة جدا مشهورة، نسخة جدا ممتازة، بس لازم يكون معك برنامج لتركيب الأقراص الوهمية لأنه هو يجي قرص. فبإمكانك أنت تحمل اللعبة وتحمل لها برنامج تركيب الأقراص الوهمية. طبعا ما راح أحط لكم أنا برنامج، اختاروا أنتوا البرنامج اللي تبونه. طبعا راح أحط لكم تحميل عن طريق التورنت، وراح أحط لكم بروابط مباشرة، حملوا اللي تبون وشوفوا اللي يناسبكم وباشروا بالتحميل. ننتظر شوي. شكلها صايرة مصيبة. اوكي، من ذبح الجماعة، من سوى فيهم كذا، خله يبحث. ايوه اوكي، بي كيرفول. يس، ما راح نطول يا شباب كثير. اكتشفوا كل شيء لحالكم. اتمنى اللعبة تكون مناسبة لكم وتكون حلوة يعني في نفس الوقت. خلونا نروح يا شباب لطريقة تحميل ثبيت اللعبة. طبعا ما راح اثبت اللعبة امامكم، التثبيت جدا سهل يا شباب. طبعا اول شيء راح تلاقي بالوصف رابط، تنتظر 5 ثواني، تضغط على تخطي الاعلانات، بعد كذا راح يحاول التحميل من خلال المتصفح حقك. راح يجيك ملف تورنت، من خلال ملف التورنت تحمل اللعبة. طبعا تضغط على التحميل من خلال متصفحك من هنا، بعد كذا راح يجيك مجلد مضغوط. لما تفك الضغط راح يجيك ملف التورنت. لما تحمل اللعبة وتنتهى من التحميل راح تجيك كذا بهذا الشكل. طبعا انا مثبت الباور ايزو، اضغط على القرص بيمين الماوس واروح على طول للباور ايزو. طبعا عندي اللي هو تركيب الاقراص الوهمية الاصلي حق الويندوز، وثبتت انا الباور ايزو لان الباور ايزو يعني بالنسبة لي اشوفه جدا مناسب. طبعا ما في، هو ما عطيني هنا ديسك فاضي. طبعا انا راح اسوي هنا تجلد درايفر، والحين راح يركب القرص. هذا هو ركبه في الاي. الحين سوالي القرص، الحين اروح اركب. هذا هو حرف الاي، والحين راح يركب القرص. طبعا تدخل هنا بعد ما يركب، تروح لكلمة سيت اب، تضغط عليها وتثبت تثبيت عادي مرة عادي. بعد كذا طبعا ما راح تنتظر كثير، يمكن دقيقة الى دقيقتين التثبيت، ما راح يطول معك على حسب سرعة جهازك. بعد ما تنتهي من التثبيت تروح للايقونة على سطح المكتب، كليك بيمين الماوس اوبن فايل لوكيشن او فتح موقع الملف بالعربي، ترجع للخلف للمجلد الاصلي، لازم تكون هنا بالضبط، تروح للكودكس تسحب الملف هذا وتتركه هنا وتوافق على الاستبدال، وبكذا ركبت انت كراك اللعبة واللعبة جاهزة للاستخدام. وصلنا للنهاية يا شباب، اتمنى تحطوا لايك مفضلة ودعمكم ضروري، واللي مو مشترك في القناة يشترك لان القادم افضل باذن الله. والى اللقاء.